على مدار اليومين ناقشت الهيئة السياسية في اجتماعاتها بحضور أعضاء من الهيئة العامة العديد من القضايا المهمة والحساسة، والتي يكاد يكون الملف الكيماوي وتقرير منظمة الأسلحة الكيماوية على رأس هذه المواضيع الهامة. وفي هذا السياق أكد الائتلاف في بيان رسمي نشره على تثمين هذا التقرير وأهمية هذا التقرير في الوقت الحالي في ظل موجة لإعادة تطبيع العلاقات مع النظام، وأيضا في ظل محاولات النظام إعادة تعويم نفسه بعدة طرق. لذلك يأتي هذا التقرير ضمن سياق مهم في هذه الفترة، وأكد الائتلاف على أهمية أن يكون هنالك خطوة أخرى وخطوة تالية لهذا القرار. نحن بطبيعة الحال نؤكد في هذا التقرير على سردية المعارضة السابقة، الحديث عن قيام النظام بكل المجازر الكيماوية التي وقعت في سوريا، ليس فقط في الغوطة وليس فقط في دوما، فبالتالي هنالك مجازر ارتكبت بعدة طرق ومجازر ارتكبت بأسلحة متنوعة، أهمية المحاسبة قد تكون لها أثر إيجابي على الشعب السوري. وهو في هذا السياق أيضا مثمن كل الجهود السورية التي بذلت ليس فقط من المعارضة الرسمية في تثبيت ارتكاب النظام لجرائم بأسلحته الكيماوية، ونؤكد بأن هذا النظام لم يحترم أيضا اتفاقياته التي وقعها في عام 2013 مع منظمة الأسلحة الكيماوية، والتي ادعى بأنه قد تخلص من ترسانته الكيماوية. لذلك نحن نشدد في الائتلاف على أهمية المحاسبة، وأيضا نشدد على أهمية متابعة هذا التقرير لكي يكون له أثر ليس فقط على المستوى القانوني إنما أثر على المستوى السياسي. وفي هذا السياق أيضا نثمن مواقف الدول وخاصة تركيا وقطر والاتحاد الأوروبي، ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية على أهمية البيانات التي صدرت في هذا السياق، وعلى ذكرهم لموضوع المحاسبة وليس فقط لإصدار قرارات لإثبات المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة. أيضا ناقش الائتلاف على مدار اليومين مواضيع مهمة على المستوى السياسي، آخر التطورات، الوضع في الداخل، بالإضافة إلى وضع اللاجئين في لبنان، وهذا موضوع بالنسبة للائتلاف محط اهتمام من خلال متابعاته عن طريق دائرة اللاجئين في الائتلاف، الضغوط التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان، الممارسات التي ترتكب في حقهم من قبل الجهات الرسمية وأيضا من قبل منظمات الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أيضا نحمل الأمم المتحدة بمنظماتها، مفوضية اللاجئين، السلطات اللبنانية، ما يرتكب على اللاجئين السوريين من انتهاكات أو من ضغوط تمارس بحقهم. في هذا الاجتماع أيضا يؤكد الائتلاف بأهمية التواصل المباشر مع الحاضنة السورية، بالإضافة إلى التواصل مع الإعلام السوري. لذلك سيكون في يوم الاثنين القادم هنالك لقاء مهم مع الإعلاميين السوريين، مع مؤسسات إعلامية سورية وغير سورية، للحديث عن كل هذه المواضيع، عن الملف الكيماوي، عن نشاطات الائتلاف، عن مواقف الائتلاف الأخيرة فيما يتعلق بالملف السياسي. كل هذه المواضيع ستكون محط يعني نقاش مطول في لقاء سيكون يوم الاثنين القادم مع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية السورية.